وزي ما يعني النائب قال إن إذا كانت الأزمة عالمية فستبقى أفريقيا لوحدها، إذا كانت الأزمة عالمية فستكون أفريقيا لوحدها. يعني أفريقيا لديها موارد هائلة هائلة في كل شيء، بدءا من الموارد البشرية للموارد الأخرى اللي موجودة. وأنا عايز أقول على تجربة لنا هنا، إحنا لما اتكلمنا على زي ما قلت إن إحنا قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لمئة مليون بسهولة، وده كلام إحنا بنعترف بيه. فكان قدامنا إن إحنا نعمل اللي قدراته قليلة، ما عندوش غير الأفكار، ما عندوش غير إن هو ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الفكرة يحل بيها المسألة اللي يعني اللي هي بقت مسألة. ما هو النهاردة لو أنا عندي قدرة على العلاج وأقدم خدمة طبية بما تعني هذه الكلمة، ما بقاش في مشكلة. إذن المشكلة دايما بتيجي مع قلة الموارد وشح يعني الأموال المخصصة لكده. في مصر ما قلناش أبدا إن ده صعب، وما توقفناش قدامه، وما أحبطناش. أنا بقول لكم الكلام ده عشان يمكن في مصر المصريين سمعوا ده مني كتير. ما فيش أبدا عقبة أو تحدي يقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي، مفيش. اوعوا تتصوروا، وأنا بقول الكلام ده وفي هنا علماء أفاضل وفي هنا شركات أدوية عملاقة، ما نجحتش بالأماني، ما نجحتش بالأماني، نجحت بالعمل والإصرار والجهد والإرادة. طبعا أرجع تاني أقول إن إحنا كان حلينا مسائل كتير بالمبادرات، مبادرة المئة مليون صحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف، استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخلينا أقول لكم القوائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيه هذه الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، إحنا هنستهدف قوائم الانتظار، ولن يكون في مصر قوائم انتظار. كان العدد اللي طرح ساعتها عدد ما كانش كتير. النهاردة بعد تقريبا 3-4 سنين وصل العدد اللي إحنا حققناه. أنا أتصور إن في دول كتير أكثر تقدما وأكثر قدرة اقتصادية مننا ما قدرتش تعمل ده. احنا بنتكلم في 1.3 مليون عملية، عملية كبيرة. يعني العملية بتتكلف بين 100,000 و300,000 ويمكن 400,000 جنيه أحيانا، وقد يزيد حسب بما فيها نقل أعضاء، بما فيها نقل أعضاء. ونحن بنتكلم على 3 أسابيع قائمة انتظار. ولما كنت بكلم الدكتور خالد من 3 أيام بيقول لي 3 أسابيع، قلت له طب ما تقلله، قلله عن كده. فقال لي، قلت له احنا مش هنخلي ابدا مريض يتألم ويعاني في بيته ويبقى احنا قاعدين يعني نخلص اي حد بيشتكي من عملية كبيرة، نقدم له العلاج والعملية تتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن بعد طبعا اجراء الفحوص. انا عايز اقول لما استهدفنا العدد بتاع قائم الانتظار، انا بكلم زمايلي واشقائي اللي موجودين معانا واللي بيسمعوني من كل حتة، يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة. احنا مستهدفين ان التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات، بنتمنى كده وبنشتغل على كده. ولما طرح الاول عرض عليا في هذا الموضوع كانوا بيتكلموا في عدد سنين اكتر من كده، كانوا بيتكلموا في 15 و20 سنة، وانا قلت لهم انا ما اقدرش ابدا ان يعني نفضل نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنينا بعد 20 سنة. طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة، لكن احنا اشتغلنا واطلقنا البرنامج وتحركنا فيه، ونتكلم في 5 محافظات دلوقتي، وبنقول ان احنا ان شاء الله في خلال المدة اللي احنا
ألزمنا بها نفسنا الحكومة أو اللي يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفذوا هذه الخطة، خلال 10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين.